بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد بنواصل الاستعدادات والمتابعة الحية لاستعدادات الأهلي لمباراة فاينل إفريقيا نهائي دوري الأبطال، لقاء الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، لقاء هام جدا 90 دقيقة تحسم اللقب بإذن الله للقلعة الحمراء لإضافة لقب جديد للنادي الأهلي، وهو اللقب بإذن الله رقم 12 من ألقاب دوري أبطال إفريقيا، هي البطولة الأقوى والأهم والأكثر تسويقا وجماهيرية، بطولة دوري أبطال إفريقيا. حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كتيرة، فيها عناوين مهمة، في موضوعات النهاردة هنعلنها لحضراتكم بشكل رسمي لأول مرة، في موضوعات هننفيها بعد الأخبار المتداولة اللي شفناها على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، والنهاردة كمان أكيد هنتكلم على فكرة بقى استاد القاهرة والتحضير لاستاد القاهرة قبل ميعاد المباراة ب 72 ساعة، والتأكيدات اللي احنا قلناها امبارح واللي حصلت بعد نهاية الحلقة بنقل مباراة الزمالك وفيتشر إلى ملعب آخر بدلا من استاد القاهرة طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي وطبقا لكل الرؤية اللي احنا امبارح نشرناها واتكلمنا من خلالها عبر برنامج الترند. حلقة كالعادة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، ولكن عشان وقت الحلقة أبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة عايز أعرف تقييم حضراتكم لمستوى التحكيم في بطولة دوري أبطال إفريقيا تحديدا هذا الموسم. الكل يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من تقييماتكم على مستوى هذا التحكيم اللي ظهر خلال هذا الموسم في دوري الأبطال من خلال طبعا تعليقاتكم على صفحات القناة عبر السوشيال ميديا. لكن نبدأ دلوقتي بأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الترجي، وكمان اجتماعات مكثفة بالأهلي لتنظيم نهائي إفريقيا بأفضل صورة. وفي الترند المحلي، كاف ينفي تحديد موعد نهائي لإعلان الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية. استعراض مباريات اليوم، النهاردة في جولة جديدة من مباريات الدوري المصري، والساعة 4 من عصر اليوم كانت في مباراة ما بين بلدية المحلة والداخلية، والشوط الأول انتهى بتقدم بلدية المحلة بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 في مباراتين، الجونة يستضيف طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا يستضيف البنك الأهلي. طبعا مباراة البلدية والداخلية بتتلعب الساعة 4 العصر، توقيت صعب جدا في درجة حرارة العالية، ولكن نتمنى الفترة اللي جاية يتم تغيير مواعيد الساعة 4 بسبب الحرارة العالية، الموجة الحارة اللي بتتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية. لسه في كواليس، لسه في تفاصيل، نخرج إلى فاصل ثم نواصل. الاستعدادات متواصلة من النادي الأهلي للقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن صباح اليوم كان في خبر بالتأكيد بنوجه فيه التعازي لرئيس نادي الترجي التونسي، وفاة شقيقه في تونس. والنهاردة إدارة النادي الأهلي متمثلة في الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد الأستاذ حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي في وفاة المغفور له بإذن الله شقيق سيادته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في الأيام الأخيرة، العلاقات ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة الترجي أو حتى على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الودي بين الكابتن محمود الخطيب والسيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي، علاقات على أعلى مستوى. والنهاردة يمكن خبر حزين، كامل التعزية والمواساة للمسؤولين في الترجي التونسي ورئيس نادي الترجي التونسي في وفاة شقيقه، ربنا يجعلها يا رب بإذن الله آخر الأحزان. طيب نروح كمان لخبر تاني مهم جدا، يمكن بعد إجراء علي معلول بالأمس جراحة في وتر أكيليس، كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا أن يكون متواجد مع علي معلول في المستشفى، وزي ما انتم شايفين كان على الشاشة، يمكن ده خبر نشر منذ قليل على صفحة النادي الرسمية وعلى موقع النادي الرسمي، وفيه حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أمس على زيارة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمستشفى بعد جراحة وتر أكيليس التي أجراها اللاعب بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.
واطمأن رئيس النادي على حالة معلول وأكد على مساندته ورفع معنوياته وتوفير كافة احتياجاته العلاجية والتأهيلية على أفضل ما يكون حتى يعود للملاعب في أحسن حالاته بإذن الله. وأنا عايز أأكد لحضراتكم بإذن الله إن شاء الله بعد أسبوعين هيبدأ علي معلول البرنامج التأهيلي، وبإذن الله إن شاء الله طبقا لسير البرنامج التأهيلي في أقل من 4 شهور علي معلول هيكون متواجد مع النادي الأهلي في المباريات الرسمية، والفترة الجاية تسمعوا أخبار جيدة جدا بشأن علي معلول واستمراره إن شاء الله مع النادي الأهلي. فاصل ثم نواصل. غدا بإذن الله تصل بعثة فريق الترجي التونسي إلى القاهرة بسلامة الله استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. بالطبع مباراة هامة جدا، مباراة مصيرية تحسم البطولة 90 دقيقة، هي آخر 90 دقيقة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا العام. الغيابات، الإصابات لا قدر الله، هل التشكيلة الأساسية ممكن تكون نفس العناصر اللي لعبت مع الترجي في لقاء الذهاب؟ كل ده بالتأكيد هيكون محور نقاشنا حاليا مع الكابتن خالد الملهي أحد أبرز نجوم الكرة التونسية وتحديدا فريق الترجي التونسي، وكان خاض قبل كده العديد من المباريات القوية مع النادي الأهلي أبرزها بالطبع مباريات في دوري أبطال إفريقيا ونهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012. كابتن خالد الملهي معنا دلوقتي عبر الهاتف من تونس. كابتن خالد مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير أخي محمد، شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل مشاهدين قناة الأهلي المصري. سعداء بوجودك معنا، وانت احد ابرز النجوم اللي شاركوا مع الترجي في العديد من المباريات، 62 مباراة احرزت 6 اهداف، كمان احرزت 6 القاب طوال التاريخ القروي مع الترجي ومع العديد من الاندية التونسية. ولكن لو اسأل حضرتك على النهائي التاريخي يوم السبت المقبل، كيف ترى من الناحية الفنية حظوظ الفريقين، تعادل السلبي في نتيجة اللقاء الأول تأثيرها على شكل نتيجة لقاء الإياب، أو طريقة أداء الفريقين في لقاء العودة بإذن الله يوم السبت اللي جاي؟ هو نتيجة مباراة الذهاب بتخلي نفس الحظوظ بنفس النسبة قائمة للفريقين، للأهلي المصري وإلا للترجي الرياضي التونسي. في النهائيات تقريبا حسب رأيي نتيجة 0-0 دائما أفضل من نتيجة التعادل بالأهداف. نتذكر في 2012 تعادلنا مع الأهلي المصري في مباراة الذهاب 1-1، لكن في الإياب انهزمنا في راد 2-1. يعني دائما النتيجة بالأهداف خارج الميدان وإلا على الميدان يكون عندها تأثير في اغلب الاحيان سلبي على مباراه الاياب. حسب رايي نتيجه 0-0 تخلي الاذهان يعني بالنسبه للترجي الرياضي التونسي مركزه اكثر، تخلي الفريق مؤمن اكثر بحظوظه في مباراه العوده اللي متاكدين باش تكون صعبه على الاهلي المصري، صعبه وصعبه على الترجي الرياضي التونسي، لكن الحظوظ كما قلت لك قائمه بنفس النسبه. صحيح ان الاهلي المصري عنده الاسبقيه نتاع الميدان والجمهور، لكن الترجي الحقيقه ورى عديد المرات انه يعرف يتعامل مع العوامل هذوما الخارجيه، ميدان خارج ميدانه وامام جماهير كبيره، وكان ورى يعني في مباراه النصف النهائي ضد صن داونز انه فريق على المستوى الذهني قادر يتعامل مع الصعوبات الخارجيه اللي نجم يتعرض لها في مباراه كبيره كالمباراة اللي باش يلعبها يوم السبت ان شاء الله ضد الاهلي باذن الله. طيب حضرتك بتتكلم معايا ويمكن قدامي على الشاشه العديد كده من اللقطات الخاصه بتدريب فريق الترجي التونسي في الحديقه به في مقر النادي في تونس، لكن هل فريق الترجي ممكن يلعب مع الاهلي بنفس العناصر اللي لعب بيها لقاء الذهاب؟ هل ممكن ميجل كاردوزو يغير في التشكيله؟ يمكن النهارده طلعت وشفت العديد من الاخبار في المواقع والصحف التونسيه، محمد امين بن حميده هل ممكن يغيب؟ هل ممكن يكون متواجد؟ يعني رؤيتك لهذه الجزئيات، هل في استقرار على التشكيله؟ ويمكن المدرب البرتغالي ما بيغيرش كتير في العناصر اللي بيلعب بيها المباريات الافريقيه الاخيره. هو ممكن من نقاط قوه ونقاط اللي اشتغل عليها كاردوزو، هو تقريبا في كل المقابلات كان يحافظ على نفس التشكيل، يعني يصير تغيير الا في حاله اصابه او حاله لاعب يعني عنده عقوبه ما يقدرش
يلعب المباراة اللي بعدها، لكن بنسبة 90-99% كاردوزو يحافظ على نفس التشكيل اللي يلقى به الترجي التونسي التوازن بتاعه على المستوى الهجومي والا الدفاعي. صحيح محمد امين بن حميده في مباراه الذهاب كان اصيب، لكن مشاركته تبقى قائمه بنسبه كبيره، لاعب عنده القيمه الفنيه نتاعو، عنده الخبره في صفوف الترجي التونسي. نتمنى ان شاء الله باش يكون حاضر، لانه يعتبر من الركائز الفريق على المستوى الدفاعي والا حتى الهجومي. والترجي في مباراه نهائي مستحق انه يكون كل اللاعبين نتاعو في احسن حالات الصحيه قبل كل شيء. من في المقابل غياب علي معلول انا اعتبره غياب باش ياثر بنسبه محترمه على اداء الاهلي المصري، هذا اللي رينا على الاقل في مباراه الذهاب. بعد اصابه علي معلول حاسين الاهلي على المستوى الهجومي خصوصا تاثر بالغياب نتاع علي معلول. أكيد أكيد. كابتن خالد أنا بشكرك بالتأكيد على المشاركة معنا وإطلالة كده سريعة على حظوظ الفريقين في لقاء العودة. كابتن خالد الملهي لاعب ومدرب الترجي السابق، شكرا جزيلا ليك، كان كلام مهم جدا. وبنشوف الأجواء في تونس، الأشقاء في تونس شايفين الرؤية الفنية إزاي للقاء العودة، الغيابات ممكن تكون مؤثرة ولا لأ. وبالمناسبة محدش يتخيل المباراة ممكن تكون سهلة، المباراة صعبة جدا، وما بحبش أخد قياس كمان على مباريات سابقة وفكرة إن الأهلي لعب في تونس وكسب أو في القاهرة ما بيخسرش من الترجي، كل دي أرقام حلوة جدا ممكن نقولها كأرشيف، ولكن في الملعب على أرضية الميدان زي ما بيقولوا الأشقاء في تونس، لا، مباراة صعبة جدا جدا جدا. وربنا يكرم الأهلي إن شاء الله في تخطي هذا اللقاء. وبأكد كذا مرة وقلت كذا مرة، جمهور النادي الأهلي عليه عامل كبير جدا في تشجيع الفريق طوال ال 90 دقيقة، الحماس والمساندة والمؤازرة عنصر لا يقل أهمية عن الجوانب الفنيه اللي هيشتغل بيها الجهاز واللعيبه. وبغض النظر بقى عن كل ده، احنا شايفين علاقات طيبه جدا ووطيده جدا سواء في لقاء الذهاب او في لقاء العوده، على المستوى الرسمي وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى الشعبي. قليل جدا لما بنشوف مباريات بتجمع ناديين بيلعبوا فاينل والعلاقات خارج الملعب وداخل الملعب بهذا الشكل المتميز. ليه؟ لان العلاقه بين الاهلي والترجي اكبر كتير من اي مباريات او اي بطولات، واحنا شايفين ده حتى على المستوى الرسمي سواء في استقبال الترجي لبعثه الاهلي او حتى في استقبال الاهلي بكره لبعثه فريق الترجي التونسي، والبيان والخبر اللي نشر بالامس على صفحه النادي الاهلي الرسميه ان هيكون الكابتن محمود الخطيب على راس مستقبلي بعثه فريق الترجي التونسي. نتمنى يا رب باذن الله المباراه تلعب في اطار الروح الرياضيه، واكيد بنتمنى فوز الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا. فاصل ثم نواصل. النهاردة أول تدريب لفريق النادي الأهلي عقب العودة من تونس يوم الحد الماضي. يمكن الفريق رجع صباح يوم الحد، مارسيل كولر منح اللاعبين والفريق أجازة 48 ساعة. النهاردة الثلاثاء أول مران لفريق النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي، تدريبات يومية حتى الدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة. كل التفاصيل وكل الأخبار وكل المعلومات نعرفها دلوقتي ونطير إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف ونسمع كل الأخبار الحصرية مع زميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي المتواجد حاليا زي ما انتم شايفين في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، المقر التاريخي اللي فيه كل النشاطات المتعلقة بنهاية دور الأبطال، اجتماعات مجلس إدارة، اجتماعات اللجان المشكلة، تدريب الفريق اللي هيكون النهاردة في ميعاد جديد هنعرفه بالتأكيد من خلال زميلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الفل. برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص يا محمد ابتدى العد التنازلي ليوم الحلم، يوم السبت القادم باذن الله، ومباراه الاياب لدور النهائي لدور ابطال افريقيا، المباراه اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي اللي هتكون طبعا على استاد القاهره الدولي وهتكون في تمام الساعه 8 بتوقيت القاهره. مباراه الحلم من هنا شوط اول بالتعادل السلبي في ملعب حمادي العقربي. ان شاء الله يوم السبت يكون التوفيق، ودعوات كل جمهور النادي الاهلي تكون مع اللعيبه ان شاء الله، ودور الجمهور ودور كل فرد في المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي نحقق الانتصار والاحتفاظ باللقب الافريقي باذن الله. باذن الله. طب هبدا معاك اولا، التدريب هيبدا الساعه كام؟ انا عارف الجو عندك حر جدا، ربنا يكون في عونك وفي عون كل الزملاء، لكن التدريب الساعه كام؟ اخبار اللعيبه لو عندك تفاصيل، احنا عارفين الاهلي لما سافر تونس كان بدون السوليه وعبد القادر وكوكا، وكان كمان كريستو وطاهر وخالد عبد الفتاح، لو عندك تفاصيل او معلومات في كل هذه الجزئيات احنا بالتاكيد مستنيين نسمع منك كل الجديد يا فاروق.
يعني خليني في البدايه محمد، يعني زي ما انت يعني في مستهل كلامك اتكلمت على امور خاصه داخل مقر النادي الاهلي، المقر التاريخي بالجزيره. عايز اقول لك التمرين طبعا كان محدد من قبل ان التدريب هيكون انطلاقه في تمام الساعه السادسه عقب العوده من رحله تونس وانتهى المباراه الاولى. مستر مارسيل كولر زي ما انت قلت محمد وضحت منح اللاعبين راحه لمده 48 ساعه. اليوم الفريق هيستأنف تدريباته. نظرا طبعا يا محمد زي ما انت عارف الارتفاع درجه حراره الجو والدرجه الحراره صعبه جدا يا محمد تتجاوز ال 40 درجه مئويه، تقرر يعني الجهاز الفني طبعا والكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي تاخير موعد تدريب النادي الاهلي اللي هينطلق ان شاء الله في تمام الساعه الثامنه على ملعب مختار التتش. ده التعديل اللي تم على موعد تدريب النادي الاهلي. لكن يا محمد خليني اقول لك على بعض الامور قبل ما نتكلم بقى على النطاق الفني او جانب التدريب داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. تقدر تقول اكتر من اجتماع، يعني النهارده في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، في اجتماعات بتتم من خلال الاداره التنفيذيه اكثر من لجنه ان احنا ازاي يوم السبت اللقاء والختام والتنظيم يظهر بالشكل اللي يليق الاول بجمهوريه مصر العربيه القوى الكبرى طبعا في كره القدم المصريه والعربيه والافريقيه، وايضا قيمه ومكانه النادي الاهلي في هذا الحدث اللي اعتقد يا محمد الجميع بيعي تماما وعارف تماما قدره النادي الاهلي على الخروج بالشكل الامثل اللي يليق طبعا باسم النادي الاهلي وباسم طبعا جمهوريه مصر العربيه. لجان كتير جدا، لجان مشكله في النادي الاهلي طبعا الاداره التنفيذيه ممثله في الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، العميد علاء صلاح المنسق الامني ومدير امن النادي الاهلي بالجزيره بالتنسيق طبعا مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مع الكابتن الخطيب. طبعا ايضا يا محمد من المقرر غدا ان شاء الله ان الكابتن محمود الخطيب طبعا وفد من مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي هيكون في استقبال بعثه فريق النادي الترجي التونسي اللي ان شاء الله يكون حضورها غدا الى القاهره باذن الله. بناكد على الروح والاخوه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي، زي ما قالوا اهلا بالنادي الاهلي في تونس بنقول لهم اهلا بيكم في القاهره. ان شاء الله 90 دقيقه تكون من نصيب النادي الاهلي. نروح يا محمد للشق الثاني والخاص بتدريبات النادي الاهلي. زي ما وضحنا التدريب طبعا هيكون في تمام الثامنه باذن الله. عايز اقول لك ان على ال 48 ساعه اللي زي ما احنا قلنا او الاعلام او كلنا عارفين ان كانوا راحه، خليني اقول لك ان هم كانوا راحه بالنسبه للاعبين، لكن كان في امور ثانيه. مستر مارسيل كولر ما بياخدش اجازه، يعني عايز اقول لك ان الراجل ال 24 ساعه قاعد بيحضر للمباراه. عايز اقول لك يا محمد رقم هو مش رقم يعني رقم بيتقال جزافي، لا مستر كولر اتفرج على مباراه الاهلي والترجي اكثر من خمس ست مرات، المباراه اللي اتلعبت في ملعب رادس، واتفرج على مباراه الترجي مع ماميلودي سان داونز مباراه الاياب، يعني مجموعه من المباريات بيشتغل عليها مستر مارسيل كولر للتحضير لطريقه لعب فريق الترجي التونسي اللي بيلعب بيها دايما خارج ملعبه، لان زي ما انت عارف يا محمد نتيجه التعادل السلبي هي نتيجه خداعه. مستر كولر نسي خلاص الشوط الاولاني، النهارده طبعا هيعقد محاضره مع اللاعبين، من النهارده طبعا بيحط او بيضع الطريقه والاسلوب اللعب اللي هيلعب بيه امام فريق الترجي التونسي. عايز اقول لك يا محمد زي ما انت برضو استعرضت الاصابات، كان عندنا اصابات طبعا يا محمد انت عارف غابت عن رحله النادي الاهلي الاخيره. خليني اقول لك برضو من خلال قناه النادي الاهلي دايما تبقى معانا يعني اخبار تسعد كل جماهير النادي الاهلي. النهارده باذن الله من المقرر يعني احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا ياخدوا جزء من المران الجماعي للنادي الاهلي. عمرو السوليه محمد تقدر تقول خلاص في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي الموضوع لعمرو السوليه خلال فتره سفر الفريق وتواجده في تونس. طبعا كان في برنامج تاهيلي موضوع لعبد القادر، موضوع لكوكا، موضوع لكريستو، لكن زي ما انا باكد لك ان شاء الله طبعا رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي الدكتور احمد جبالله، الراجل ده يا محمد برضو يعني جزء من حقه بعد عودة الفريق. طبعا انت عارف ظروف عملية اجراء عملية علي معلول وتواجده مع علي معلول، ويعني على مدار ال 48 ساعة الماضية موجود مع علي معلول اللي اجرى العملية ونتمنى له يعود بألف سلامة، واحد من العناصر المهمة جدا في تيم النادي الاهلي، تنسيق طبعا ومتابعة اللعيبة اللي بتعمل التأهيل. فزي ما قلت لك يا محمد ان شاء الله النهاردة نشوف كوكا في المران الجماعي ياخد جزء من المران الجماعي، ايضا احمد عبد القادر ان شاء الله اكد لك يكونوا جاهزين ان شاء الله لمباراة العودة ان شاء الله ويكونوا من العناصر المهمه مع فريق النادي الاهلي. محمد طبعا انا موجود معاك، اي استفسار اي تساؤل انا موجود معاك. كل التفاصيل وكل المعلومات قلتها يا فاروق، كلمه اخيره لو عندك معلومه او خبر ممكن تختم بيه.
يعني تقدر تقول يا محمد زي ما قلنا ان فريق الترجي التونسي هيكون طبعا وصوله غدا بمشيئه الله، يعني زي ما قلنا الكابتن الخطيب هيكون في استقبال الفريق، مقرر ان الفريق هيأدي تدريب غدا الاربعاء، ثم المران الرئيسي اللي هيكون طبعا مفتوح لوسائل الاعلام هيكون يوم الخميس، يوم الجمعه طبعا هيكون المران مغلق. خليني اقول لك ان يوم الخميس ايضا هيكون الفقره اللي يعني او ال 15 دقيقه المحدده للاعلام سواء من النادي الاهلي او النادي الترجي التونسي. هل من الممكن يا محمد ان النادي الاهلي يدخل معسكر مغلق قبل المباراه ب 48 ساعه؟ دي امور لسه طبعا ما اتحسمتش او ما اتحددتش، ان شاء الله ممكن تتحدد يعني خلال التدريب اليوم. عارف ان هي طبعا مباراه صعبه جدا، مباراه مهمه جدا، محتاجين التركيز يعني. وانت داخل من باب النادي يا محمد، الجميع كل فرد داخل النادي الاهلي الجميع بيحلم باليوم ده، يحلم بالانتصار، الجميع بيتكاتف علشان نحقق اللقب وعشان يخرج المشهد بالشكل اللي يليق طبعا بجمهوريه مصر العربيه ويليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي من مقر النادي في الجزيره، زي ما شايفين طبعا المقر التاريخي امام نهر النيل وبجوار اتحاد الكوره وبرج القاهره، مقر تاريخي في مكان تاريخي في ارض الجزيره. احتفالات يوم السبت مساء بعد مباراه الاهلي والترجي في استاد القاهره في نهائي دوري الابطال. نخرج الى فاصل ثم نواصل. نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي، والاتحاد الافريقي رسميا سوف يتسلم الملعب من يوم الخميس. وبالامس كانت عندنا هنا امبارح خطه صحفيه زي ما بيقولوا كده من العيار الثقيل، لما كشفنا وعرضنا لائحه دوري ابطال افريقيا وقلنا ان في خطا عند رابطه الانديه وعند اداره المسابقات بتحديد مكان اقامه مباراه الزمالك وفيوتشر يوم الخميس على استاد القاهره، في ظل ان الاتحاد الافريقي سوف يستلم الملعب من يوم الخميس. بعد الحلقه ما خلصت على طول طلع قرار من رابطه الانديه، والاتحاد الافريقي كان تحرك في التوقيت اللي كنت بتكلم فيه اثناء الحلقه، وطلب من الرابطه ان يستلم الاستاد يوم الخميس. الخطاب اللي كان على الشاشه ده تعديل في مكان اقامه المباراه، والمباراه بدل ما كانت تتلعب في استاد القاهره يوم الخميس الساعه 7 تم نقل ميعاد او مكان المباراه الى استاد المقاولين العرب. هنا الحمد لله لما بنتكلم في اي امر بيبقى عندنا معلومه، عندنا لائحه، عندنا تفاصيل اكيد لازم نوجه فيها المسؤول عن برمجه المباريات واداره المسابقات، لان الامر ما كانش هيليق تماما ان الاتحاد الافريقي يجي يستلم الملعب يوم الخميس يلاقي الملعب مرتبط بمباراه في الدوري، ومش اي مباراه، للزمالك وفيوتشر يعني في حضور جماهيري كبير. فالوضع ما كانش هيبقى كويس، خاصه بعد الاحداث اللي احنا شفناها في استاد القاهره في نهائي كاس الكونفدراليه. ده كان خبر مهم جدا لازم ناكد عليه، والاستجابه كانت سريعه وتم نقل مكان المباراه من استاد القاهره لاستاد المقاولين العرب. الخبر الثاني وهو متعلق باجتماع بيتم في هذه اللحظات، وهو اجتماع على اعلى مستوى ما بين مين؟ الاتحاد الافريقي لكره القدم والعديد من اللجان المعنيه داخل الاتحاد الافريقي بشان تنظيم مباراه النهائي على استاد القاهره يوم السبت، والاطراف المعنيه الاخرى في هذا الاجتماع النادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم. هذا الاجتماع حاليا بيتم عبر الفيديو كونفرنس، الاجتماع عشان طبعا نتيجه الوقت وصعوبه تحرك كافه الاطراف في الايام القليله للاجتماع الهام ده بشان التحضير لمباراه يوم السبت، فتم الاتفاق ان الاجتماع اللي بيتم الان وانا بتكلم معاكم الاجتماع شغال دلوقتي عبر الفيديو كونفرنس بحضور مسؤول النادي الاهلي ومسؤول الاتحاد المصري وعدد من المسؤولين ومدير الادارات في الاتحاد الافريقي لكره القدم. الهدف من الاجتماع ايه؟ التنسيق حول كافه الامور التنظيميه في مساله دخول كبار الضيوف وكبار الزوار ومنصه التتويج والمراسم المتعلقه بتسليم الميداليات وكاس البطوله. واعتقد الاتحاد الافريقي حريص جدا على ترتيب كل هذه الترتيبات مع النادي الاهلي اللي مشكل لجنه اساسا بقاله اكتر من 3 4 ايام وعامل اجتماعات متواصله بشان هذا الملف، لان باذن الله نهائي دوري الابطال بين الاهلي والترجي سوف يشهد تنظيم على اعلى مستوى من كافه الجوانب التنظيميه سواء من الكاف او حتى مع النادي الاهلي، واتحاد الكره معني كمان بالتنظيم مع النادي الاهلي في هذا الشان، وهناك شركات لها علاقه بالتامين وبالاعلام والاعلانات والتسويق معنيه بهذا الاجتماع اللي بيجرى في هذه اللحظات عبر الفيديو كونفرنس بين الكاف والاهلي والاتحاد المصري لكره القدم. حاجه ثانيه وخبر ثالث كمان مهم جدا نتكلم فيه، لان في الساعات الاخيره انتشر خبر عمل بلبله، مش بتكلم بس في السوشيال ميديا ولكن حتى على المستوى الرسمي مع الاتحادات او حتى مع الانديه، لان الدوري المصري لسه مستمر لغايه نص 8 او اول 9. موقع البطوله المغربي زي ما انتم شايفين على الشاشه نشر خبر بالامس عمل ضجه كبيره جدا، وقال لك فيه ان الكاف استقر على ان شهر يونيو اللي جاي يوم 15
هو اخر موعد لارسال اسماء الانديه اللي هتشارك في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه الموسم اللي جاي. انا عايز اكد لحضراتكم من خلال مصادرنا الرسميه في الاتحاد الافريقي نفت هذا الخبر جمله وتفصيلا. تم التواصل مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي بشان هذا الخبر، والناس اكدت ان هذا الكلام عاري تماما من الصحه، بل ازيدكم من الشعر بيت، اكدوا لنا من خلال مستند رسمي حصلت عليه ان لائحه البطوله اصلا هناك موعد متفق عليه ومنصوص في اللائحه ان 30/6 هو الميعاد الرسمي لاستلام اسماء الانديه من كافه الاتحادات المعنيه، وكل اتحاد اذا الدوري عنده لسه مستمر بيطلب استثناء حوالي اسبوع 10 ايام 15 يوم او شهر، وفي النهايه القرار لدى الاتحاد الافريقي. ولكن فكره 15/6 ان الانديه لازم او الاتحادات تبعت اسماء الانديه، الكلام ده عاري تماما من الصحه، وللاسف البعض هنا كان يعني مشي في سياق هذا الخبر من موقع البطوله، واحنا بناكد لحضراتكم هذا الخبر غير صحيح، ولسه الميعاد الرسمي يوم 30/6، ولغايه اللحظه اللي بكلمكم اصلا فيها الاتحاد الافريقي مهتم بمباراه يوم السبت، لا اتكلم على الموسم الجديد ولا بعد شروط الموسم الجديد ولا اتكلم في اي تفاصيل. حاجه واحده بس اللي حصلت، ان كل الانديه اللي بتشارك في المسابقات الافريقيه مطلوب منها قبل يوم 1/6 تبعت ملفات التراخيص، كل نادي يقدم الرخصه الرسميه بتاعته عشان يشارك في البطوله الافريقيه، ووقتها الاتحاد الافريقي يا يعتمد الرخص يا اما ياجلها، يا اما الاتحاد الوطني يكون ليه اعتراض على رخص الانديه اللي هتتقدم. دي التفاصيل والكواليس الحصريه اللي بكلمكم فيها. ليها علاقه بالمشاركات واللي طرحناه في بدايه الحلقه على فكره رايكم ايه في التحكيم السنه دي في دوري ابطال افريقيا. هناخد يعني كده مشاركات سريعه. اول حاجه هيما بيقول مش هنعترض على حكم، بس عارفين الاهلي بيركز في المباراه وان شاء الله ال 12 في الجزيره. هو بيتكلم على مباراه النهائي بس، ماشي. عادل بيقول للاسف بيشوبوا علامات استفهام كثيره وتوجهات لغرض ما، السؤال هم ليه مش بيتحاسبوا؟ اتفق معاك ان في حكام بيغلطوا ومحدش بيتحاسب. هاني احمد بيقول بصراحه الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا من أسوأ الاداء التحكيمي في هذا الموسم. دي كانت اطلاله سريعه كده وشفنا الاراء المتعلقه بالمشاركات على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. للاسف الوقت يجري بسرعه، ولكن قدر الامكان كنا حريصين نكون معاكم لحظه بلحظه في كافه الكواليس والتفاصيل والاخبار والمستجدات اللي موجوده قبل مباراه يوم السبت المقبل. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.